كما تعرفون أنا العقل المدبر، ده هي في حيلتي حين أفكر. عملية الجسم من إبداعي، تخطيط متين حقق انتصاري، وحان الوقت الآن لأكبر عملية في الزمان. ما قمت به لا يقارن بها، عملت جاهدا لأجلها. خليط من الشر، الشر الكبير، من صنع دماغي الصغير. يا لك من شرير، أعتقد أنه الأكل والأكبير في العالم. أفضل شرير أوراديكم، أوراديكم في وجودك لا راحة. أوراديكم، أوراديكم أنت الأفضل بصراحة. شكرا لكم، لكن الأمور لم تكن سهلة دائما. حصلت على حصتي من العداوة بفضل ذاك المتحري البائس والفاشل بازل من شارع بيكر. منذ سنوات وذلك المزعج الذي لا يطاق يتدخل في مخططاتي، ولم أنعم يوما بلحظة من راحة البال. لكن هذا كله من الماضي، لا شيء هذه المرة، ولا حتى بازل سيقف في طريق الآن. ما كان هذا؟ أعد، بماذا ناديتني؟ هو لم يعني ذلك سيدي. إن هذا لتنسى. أنا لست جردا. طبعا لست كذلك، أنت فار. نعم صحيح صحيح، أنت فار. نعم إنه فار كبير. سكوت. أوه عزيزي بارثولوميو، أنا أظن أنك أغضبتني كثيراً، وأنت تعرف ماذا يحدث للذي يغضبني. أوراديكم أنت هو الأقوى في العالم. أو فيليسيا صغيرتي الغالية المدللة، هل استمتعت صغيرة أبيها بطعامها الشهي؟ أنا متأكد من أن لا أحد سيقاطعنا بعد الآن. والآن هيا تابعوا الغناء جميعا. بصوت عالي صار مصروف، لا نشك فيما تفعله. أنت شرير أكثر من نفسك. أوراديكم، أوراديكم لا مثيل لك. أوراديكم، أوراديكم